دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نتعلم شيئاً أو اثنان عن الاقترانات الزوجية والاقترانات الفردية. سأكتب الاقترانات الزوجية هنا، وعلى الجانب الأيمن هنا سنتحدث عن الاقترانات الفردية. إذا كان لدينا بعض الوقت سنتحدث عن الاقترانات التي ليست فردية ولا زوجية. إذن قبل الخوض في التعريف الرسمي للاقترانات الزوجية، أريد أن أوضح لكم كيف يكون شكلها، لأنني أعتقد أن هذه أبسط طريقة لفهمها، ومن ثم سأكون مفهوما لما يسمى بالاقترانات الزوجية والاقترانات الفردية. إذن دعوني أرسم نظام إحداثي ديكارتي هنا. ها هنا محور X، ومن ثم دعوني أرى إذا كان يمكنني أن أرسمه بشكل أكثر استقامة. أتحرك إلى اليمين هكذا، وهذا هو محور Y، أو يمكنني أن أقول أن Y تساوي F الـ X. دعوني أقوم بالرسم البياني لـ F الـ X. F الـ X تساوي X تربيع، أو Y تساوي X تربيع. دعوني أرسم الربع الأول، سيبدو هكذا، ثم الربع الثاني سيبدو هكذا. إنه يبدو حسنا. دعوني أرسمه بتناسق أكثر. عمل جيد، حسنا، هذا جيد. F X تساوي X تربيع، وهذا اقتران رياضي زوجي، والطريقة التي تدرك بها لأنه لديه تناسق حول محور الواي. إذا أخذنا ما يحصل على الجانب الأيمن وعكسناه، أي على يمين محور الواي، وعكسناه فوق محور الواي، سنحصل على الجانب الآخر من الاقتران الرياضي، وهذا ما يخبرنا بأنه اقتران رياضي زوجي. وأريد أن أوضح لكم خاصية مثيرة للاهتمام هنا. إذا أخذت أي قيمة لـ X، لنفترض أنها قيمة موجبة، ولنفترض أن قيمة X تساوي 2، إذا قمت بإيجاد الأف الاثنان وسيكون الناتج 4، والأربعة هي ناتج الاقتران الرياضي لأف الاثنان تربيع، حيث أن تساوي 4. وإذا أخذنا صورة سالبة لاثنان، أي إذا أخذنا سالب اثنان، إذا أخذنا سالب اثنان وقمنا بتقييم الاقتران الرياضي هذا، وسيكون الناتج أيضا 4. أتمنى أنه منطقي بالنسبة لكم. ربما ستقول حسنا بشكل واضح، إذا كنت بعكس هذا الاقتران على محور واي فستكون هذه الحالة، مهما كانت قيمة الاقتران الرياضي التي أحصل عليها من القيمة الموجبة للعدد، فسأحصل على نفس قيمة الاقتران الرياضي عند استخدام القيمة السالبة، وهذا ما يقودنا للتعريف الرسمي. فإذا كان الاقتران الرياضي زوجي، إذن وفقط إذن أنه زوجي، ولا تنزعجوا من مصطلح اقتران رياضي زوجي وعدد زوجي، إنه مختلفان تماما. إذن لدينا، لا يوجد على الأقل علاقة تربط بين الاقترانات الرياضية الزوجية والعدد الزوجي والاقترانات الرياضية الفردية والعدد الفردية، ويكون اقتران رياضي زوجي إذن وفقط إذا كانت F الـ X، إذا كانت F الـ X تساوي F للسالب X، تساوي F للسالب X. وسبب عدم توضيحي لهذه الصيغة منذ البداية هو لأنها تعريف الاقترانات الزوجية، لأنه عندما تنظر إلى هذه وتقول ما يعني هذه، تعني أن F X تساوي F لسالب X، هذا كل ما تعنيه، يعني أنه إذا أخذنا F الاثنان فهي تساوي 4. إذن دعوني أن أستخدمه، F الاثنان تساوي F السالب 2، وفي هذه الحالة F الـ X تساوي F لـ X تربيع، وكلاهما تساويان 4. إذن هذه طريقة أخرى لنقول أن الاقترانات الرياضية يمكن لها أن تنعكس، أو أن الجانب الأيسر من الاقتران الرياضي عبارة عن انعكاس للجانب الأيمن من الاقتران عبر المحور العمودي، أي عبر محور Y. وحتى نتأكد من أن لدينا فهم جيد هنا، دعوني أرسم اقترانات رياضية زوجية أخرى حتى نتعلم من خلال النظر.
إذن لنفترض أن اقتران الرياضي يبدو هكذا. ربما تقفز إلى هنا وتبدو هكذا، تبدو هكذا، ثم على الجانب الأيسر ستكون نفس الشيء هكذا، ثم تسير هكذا، ثم هكذا. وأنا أحاول أن أرسمهما لأنهما إذن مجرد انعكاس لبعضهما البعض. هنا اقتران رياضي زوجي، نأخذ ما نحصل عليه على الجانب الأيمن من الاقتران ونقوم بعكسه على محور واي، فنحصل على الجانب الأيسر من الاقتران الرياضي، ويمكنك أن ترى هذا. إذا أخذت بعض القيم، وإذا أخذت بعض القيم لنقول نأخذ، دعونا نقول أن F الثلاثة تساوي 5 لنفترض هذا. إذن 5، وكما نرى فأن F السالب 3 تساوي 5 أيضا. وهذا كان تعريفنا للاقترانات الرياضية الزوجية. سأقوم برسم المحور باللون الأخضر ذاته. دعوني أقوم برسم واحدة أخرى هكذا. ربما ستكون لدينا اقترانات رياضية مثلثية تبدو هكذا، ستبدو هكذا، وستبقى متجهة في إحدى الاتجاهات. إذن كل هذه عبارة عن اقترانات رياضية زوجية. إذن الآن ما هي الاقترانات الرياضية الفردية؟ دعوني أرسم اقتران رياضي فردي. لذا سأرسم المحور مرة أخرى. هذا هو محور X، وهذا هو محور Y أو محور الأف الإكس، حتى أريكم أنه اقتران رياضي فردي. سأعطيكم اقتران رياضي فردي الأكثر شهرة، وهذا هو عبارة عن الاقتران الزوجي الأكثر شهرة هنا، وسأعطيكم اقتران رياضي الأكثر شهرة وهو عبارة عن أف الإكس تساوي X للقوة 3. أف الإكس تساوي X قوة 3، سنقوم برسمه. سيبدو هكذا. وطريقة إدراك الاقترانات الرياضية الفردية بصريا هي النظر إلى ماذا يحدث في الجانب الأيمن من محور Y. مرة أخرى، هذا هو محور X وهذا محور Y، لدينا كل هذا على يمين محور Y. إذا قمت بعكسه على محور Y ستحصل على شيء كهذا، ستحصل على شيء كهذا، وبالتالي نكون نتعامل مع اقتران رياضي زوجي. وبكل وضوح لأجعله اقتران رياضي فردي نقوم بعكسها على محور الواي، ومن ثم نعكس محور الإكس، أو لنفكر بطريقة أخرى نعكس واحد من محور الواي ثم نجعلها سالبة، ومن ثم نعكسها إلى الأسفل، ويمكنك أن ترى ذلك بوضوح. إذا أخذت هذا وقمت بعكسه على محور X ستحصل على هذه القيم وتحصل على هذا الجزء من التمثيل الموجود هنا. وإذا حاولت رسمه عند نقطة محددة، سأقوم بذلك حتى أوضح لكم التعريف الرسمي للإقترانات الرياضية الفردية. دعونا نجرب النقطة ولتكون 2. إذا كانت لدينا النقطة 2 فأف الاثنان تساوي 8. إذن أف الاثنان تساوي 8. الآن ما الذي سيحدث إذا أخذنا سالب 2؟ أف لسالب 2 تساوي سالب 2 قوة 3، ويكون الناتج سالب 8. إذن أف سالب 2 سيكون أو سيساوي سالب 8. وبشكل عام إذا أخذنا، دعوني أكتب هذا هنا، أف الاثنان إذا أخذنا مثالا معين من اقتران رياضي معين، أف الاثنان لا تساوي أف السالب 2. إذن 8 لا تساوي سالب 8،
إذن سالب السالب 8 وهو يساوي موجب، إذن أف الاثنان تساوي سالب الأف لسالب 2، وقمت بحلها حتى أوضحها. ولنعلم أن أف الاثنان تساوي سالب 2 لأنه 2 تكعيب أو 2 للقوة 3 تساوي سالب 8، إذن لدينا سالب 8، تحذف الإشارة السالبة هنا. إذن بشكل عام لدينا اقتران رياضي فردي. إذن هذا هو التعريف، نحن نتعامل مع اقتران رياضي فردي إذا كان أف الإكس معرف على تلك الاقتران الرياضي أو على أي اقتران رياضي آخر، إذا كانت أف الإكس تساوي سالب الأف لسالب إكس، أو ربما سطراها دائما بطريقة أخرى. إذا قمت بضرب طرفي المعادلة بسالب 1 فستحصل على أف السالب X تساوي سالب أف للX. وفي بعض الأوقات سترى أنه عندما أو لربما ستقول أن أف لسالب X دعوني أكتب هذا بحذر تساوي أف لسالب X. والآن اسمحوا لي أن أرسم اقترانات رياضية فردية أخرى. سأقوم بهذا، إذن سأرسمها بشكل منظم أكثر. إذا كان لديك ربما أنها تبدو ربما الاقترانات الرياضية غريبة بعض الشيء، ربما أنها غريبة كالتي على الجانب الأيمن. إذا كانت زوجية فسنقوم بعكسها هنا، لكننا سنأخذ اقتران رياضي فردي. إذا نقوم بعكسه، إذا باقي الاقتران الرياضي سيبدو هكذا. ما قمت برسمه الخط غير المنقط، هذا الموجود هنا ليس اقتران رياضي فردي، ويمكنك أن تعيد النظر إلى التعريف. إذا قمت بأخذ قيمة لتكن A ومن ثم نأخذ F A التي وضعناها في الأعلى هنا، هذه تكون F الـ A، وإذا قمت بأخذ القيمة السالبة لها أي سالب A، F سالب A إذن تساوي F سالب A ستساوي ستكون لها نفس المسافة هنا مع المحور الأفقي. إن الطريقة التي رسمت بها ليست واضحة، إذن سيبدو هكذا، سيبدو هكذا، إذن هذا يكون F لسالب A ولها نفس المسافة من الأصل أي F الـ A، إنها الصورة السالبة. ليست كذلك، لم أقم برسم الدقيق والواضح. دعوني أرسم اقتران رياضي فردي آخر، وأعتقد أنك قد استوعبت الفكرة. على أن أرسم اقتران رياضي فردي بسيط حتى أريكم أنه ليس دائما ما يكون بهذه الصعوبة. إذن اقتران رياضي فردي بسيطة للغاية، ستكون y تساوي x، ستبدو هكذا. يا إلهي لا، ستبدو هكذا، y هذا يعادل الانتقال عبر الأصل. نقوم بعكس ما هو موجود على اليمين ليصبح على اليسار، على اليسار. إذن هذا أيضا اقتران رياضي فردي. الآن أريد أن أترككم مع بعض الأشياء والتي لا تعتبر اقترانات رياضية فردية. إذن ربما يكون لديك شيئا كهذا في حين يكون لديك قطع مكافئ، لكنه ليس كذلك، إنه ليس متناسقا حول محور واي. لدينا هذا التماثل لهذا القطع المكافئ، لكنه ليس كذلك، إنه لا ينعكس حول محور واي. ليست لدينا حالة هنا حيث F X تساوي F سالب X، إنه ليس هذا ولا ذاك. ليس زوجي ولا فردي. اقترانات رياضية مكعبة مزاحة، فلنفترض أن لدينا شيئا كهذا. لنفترض أن لدينا x قوة 3 زائد 1، إذن f x تساوي x قوة 3، إذن ستبدو هكذا. ومرة أخرى ربما سنسميه اقتران رياضي فردي،
ويمكنك أن تنظر إليه. إذن لدينا f x تساوي x قوة 3 زائد 1. إذا أخذت ما هو موجود على الجانب الأيمن وقمت بعكسه إلى الجانب الأيسر فستحصل على شيء كهذا، ستحصل على شيء كهذا. إذن هذا ليس اقتران رياضي فردي، هذا ليس الانعكاس الأيسر ثم الانعكاس إلى الأسفل، سيكون هذا الشيء الموجود هنا.